مصر، ها قد أتى الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها إلى طائرة جلالة الملك عبد الله بن الحسين ليستقبله في إطار هذه الزيارة الأخوية المهمة، والتي تعقد من أجل الاتفاق وتوافق الرؤى وبلورة المواقف، وربما أيضا الخروج بمقررات خلال الساعات والأيام المقبلة، وصولا إلى إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال. وها هو أول الجهد الدبلوماسي العربي كما تابعنا كان بالأمس استقبال السيد الرئيس للمستشار الألماني أولاف شولز، والتصريحات المهمة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وها هو الملك عبد الله ينزل من الطائرة الملكية حيث يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.